فضل كبير قوي عليا، يعني تقريبا هو سبب من الاسباب ان هو ان انا وصلت اللي انا وصلت له. كنت انا وقتها في الناشئين عامل شغل كويس، وفعلا كارتيرون جه اتفرج وعملوا لي زي بلان كده مع الفريق الاول، الحمد لله نجح. كان الوقت ده كنت لسه طالع الفريق الاول، وجلازنر من احسن المدربين اللي انا اتعاملت معاهم، بسبب انا كنت المفروض امشي من النادي، هو قعدني في النادي. وقتها كان في اصابات كتير فعلا، وعشان كده انا كنت اصلا موجود، بس انا قلت له باك يمين يعني مش حتتي خالص. يعني احسن ما اقولش حاجه عن الموضوع ده. يعني تقريبا الموضوع واضح. شرف ليا طبعا كابتن فضل، نادي الاهلي، نادي الزمالك، نوادي كبيره في مصر. بس انا كان بالنسبه لي من بدري، وانا كان موضوع الاحتراف ده اهم حاجه بالنسبه لي.